بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أشارك في جني ثمار مجهود غير عادي في زمن محدود جداً لتنفيذ مشروع كان شبه مستحيل. اسمحوا لي سيادتكم بتهنئة شعب مصر والمواطن السكندري بشكل خاص بإنجاز تنفيذ محور أبو ذكري الذي يساهم بشكل كبير جداً في حل أزمات المرور بالإسكندرية الكبرى. وشرفت أيضاً بالمشاركة والمتابعة وإبداء المشورة أثناء التنفيذ مع أبنائي وزملائي ضباط القوات ضباط الهيئة الهندسية، الضباط المهندسين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والزملاء الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية، والشركات الوطنية المنفذة للمشروع. وكان الجميع أسرة واحدة متآلفة على مستوى المسؤولية والالتزام. المشروع عملاق بحق لما به من صعوبات في تنفيذه نظراً لمرور كامل مساره في بحيرات وملاحات كما ذكر بقعها أمطار من الملح، ومسار مصارف بها أمطار أخرى من الترسيبات غير الطيبة التي لا تفيد في شيء. وكان يلزم تطهير كل هذه الترسيبات من الأملاح و ما هو موجود في مسارات المصارف. كان يلزم هذا التطهير قبل إنزال مكونات الردم لجسم الطريق. التخطيط الهندسي تطلب ارتفاع ظهر الطريق عن المياه المجاورة على الجانبين بقدر متوسط 6 متر لاستيعاب الهبوط اللي يحدث لتكوينات الطين التحتية اللي هي تحت مستوى المية في القاع، واستيعاب الميول العرضية والطولية للتخطيط. وبالشكل ده أصبح الردم عمقه لا يقل عن 8 متر، وده حمل كبير على تربة رخوة من طين ضعيف محتواه المائي كبير قابل للانضغاط، بنقول عليه بكر، تيجي عليه الأحمال ينقص حجمه، يبقى لو أنشأنا عليه يبقى الطريق هيهبط، يبقى في الاتصالات بتاعته مع الأجسام الصلبة المرتكزة على خوازيق زي الكباري هيبقى فيه ركبة باستمرار وفي كل وقت. الهبوطات المقدرة أو اللي قدرت للكلي للطين المتواجد بشكل عشوائي السمك قليل وكبير على طول المسار تراوحت من 30 سنتي إلى ما يزيد عن المتر هبوط. فالهبوط الكبير اللي بنتكلم عنه ده إذا لم تؤخذ له الاحتياطات هو كان يستغرق عشرات السنوات وما يفتتحش طريق
فهل من المعقول أن ننتظر هذا الوقت عشان نفتح الطريق؟ أبداً. فلا بد كان من التدخل بتحسين حالة الصرف للطين بمصارف رأسية. النوع اللي استخدم في حالتنا كان أعمدة الرمل الرأسية اللي هي بتصل لتكوينات الرمل السفلية اللي تحت الطين على طول، وفوقيها ردم الرمل، فأصبح عمود الرمل محصور بين رملين. المية لما تروح له سهلة الحركة، لأن نفاذية الرمل مليون مرة، 10 مليون مرة النفاذية بتاعت الطين. النفاذية يعني سرعة السريان. فنفذنا الأعمدة الصرف الرأسية على مسافات حسب طبيعة الطين تراوحت بين 2 و3 متر، عشان يكون مسافة سريان الماء متر إلى متر وربع إلى متر ونص أفقياً، وتمشي في المصرف رأسياً. ده عجل بالهبوط من 10 سنوات إلى 4 شهور. عجل بالقدر اللي احنا محتاجين نمتصه قبل ما نشطب الطريق عشان يفتتح للمرور. واطمنا من المنحنيات بتاعتنا بتاعت الرصد في الطبيعة ورسمها، ان المتبقي يبقى في الحدود الفلانية اللي هي 20-25% من الهبوط، ودي يمكن متابعتها في الصيانات الدورية اللي هي عادة بتتعمل للطرق، ومفيش عندنا يبقى في مشاكل في هذا الموضوع. المتبقى من الهبوط زي ما أنا قلت هيستنفذ بإذن الله في الصيانات الدورية. وختاما أطمئن سيادتكم وشعب مصر بأنه قد تم أخذ كل ما يلزم من الاحتياطات الفنية طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، ويكون المحور بذلك صالحا للتشغيل. والسلام عليكم ورحمة الله.